السيدات والسادة، مساء الخير. اكتشاف أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم على سواحل مصر من شأنه تغيير قواعد لعبة الطاقة لصالح مصر. هكذا وصف رئيس شركة إيني الإيطالية اكتشاف حقل الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، معتبرا أن مصر على موعد مع طفرة اقتصادية وتنموية هامة، إذ يتضمن الاكتشاف احتياطيات أصلية تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي ما يعادل حوالي 5.5 مليار برميل من المكافئ النفطي، ويغطي مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع. المراقبون يرون أن الاكتشاف جاء في توقيت بالغ الحساسية بالنسبة لمصر، وذلك لتخفيف حدة الأزمة الطاحنة التي تعاني منها البلاد، خاصة أن احتياطي وإنتاج مصر لمصادر الطاقة النفطية متواضع للغاية ولا يلبي حاجة المصانع والاستهلاك المتزايدة، حيث يصل الاحتياط المصري من النفط والغاز إلى 18.3 مليار برميل مكافئ بحسب آخر إحصائيات الشركة القابضة للغازات، وهو احتياطي ضئيل مقارنة بالاحتياط السعودي على سبيل المثال، والذي يصل إلى 267 مليار برميل. حالة التفاؤل التي انتابت المصريين بعد هذا الاكتشاف الضخم شابتها الكثير من المخاوف لدى بعض الخبراء في مجال الطاقة، والذين حذروا من اعتماد الدولة على هذا الاكتشاف خلال الفترة المقبلة في توفير الغاز لمحطات الكهرباء والاستثمارات الجديدة دون البحث عن مصادر أخرى لتأمين الطاقة في مصر خلال السنوات المقبلة، وذلك من خلال الإسراع في ملف الطاقة النووية والبحث عن اكتشافات بترولية جديدة والتحرك بخطوات فاعلة في مجال الطاقة المتجددة، وذلك لتوفير الطاقة للمصانع والاستثمارات الأجنبية والتي تعول الحكومة على جذبها خلال السنوات المقبلة، خاصة أن استهلاك مصر لمصادر الطاقة يزداد سنويا بنسبة 3%، وذلك وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن وزارة البترول. ويبقى السؤال الأهم، هل مصر بها أزمة طاقة أم أزمة إدارة لموارد الطاقة؟ وكيف نستفيد من تجارب دول العالم التي نجحت في دخول عصر الطاقة المتجددة؟ كل هذه الأسئلة سنبحث عن إجاباتها الدقيقة معكم في هذه الحلقة.